هيا بنا الى دوحة الحديث، الى العلم، الى الراحة النفسية، الى المفسر البارع الذي تفتخر به مصر امام العالم الاسلامي باكمله. كنت اسمع هذا الرجل عبر شاشات التلفزيون المصري وعبر اثير موجات اذاعة القرآن الكريم في الامسيات الدينية، كنت اتمنى ان اراه، فحبابي الله تبارك وتعالى ان اقدم فضيلته مرات ومرات. وفي هذه الليلة انه الوالد الحنون الذي يأخذ بيد كل طالب مجتهد، بيد كل عالم يريد ان يصل الى الله، السيد الاستاذ الدكتور محمد متولي منصور، استاذ الحديث وعلومه مستجد زيار القراء بالاذاعة المصرية، المفسر باذن الله لكتاب الله، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم، وكيف لا نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، ولم يسبقنا به الحامدون. كيف لا نعيش تحت حكم إرادتك، ساعين إلى ميادين رحمتك. يا من عرفتنا قدر هذا السعي فقلت وأنت أصدق القائلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق وأروع من أبان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين اتبعوا سنته وساروا على نهجه القويم إلى يوم الدين. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمها، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله والأحبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في 9 مواضع من القرآن الكريم ومعنا مشايخنا وعلماؤنا، في 9 مواضع من القرآن الكريم يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن الإحسان إلى الوالدين. الموضع الأول في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا.
الموضع الثاني في سورة النساء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الموضع الثالث في سورة الأنعام في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الموضع الرابع في سورة الإسراء حيث تلا علينا قارئنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد أبو فيوض زاده الله علما وقبولا قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الموضع الخامس في سورة مريم في قول الله تعالى على لسان سيدنا يحيى عليه السلام وهو يثني عليه: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الموضع التالي في سورة مريم أيضا في قول الله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بعد مريم إيه مشايخ؟ طه الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد العنكبوت الروم، ثم بعد ذلك لقمان في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الموضع التاسع والأخير في سورة الأحقاف في قول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. الآية ماذا نجد؟ أولا ليس في القرآن تكرار، وإذا ما وجدنا ما يشبه التكرار في الظاهر فإن علماء البلاغة يقولون إن التكرار إذا كان لفائدة فلا يعد تكرار. وهيا بنا نجلي بعض المعاني التي وردت في هذه الآيات، لأن مشايخنا جميعا يعلمون
بأن أدق أنواع التفسير للقرآن هو التفسير الموضوعي للقرآن. ولذلك ونحن ندرب أبناءنا من الأئمة والخطباء والوعاظ نقول لهم عليكم أن تجمعوا كل ما يتصل بالموضوع من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل في النهاية إلى نتيجة يقتنع بها الذين تدعونكم إلى الله تبارك وتعالى. ماذا لاحظت في هذه الآيات؟ أولا نحن نعلم أن من القرآن يا مشايخنا ما هو مكي ومن القرآن ما هو مدني، ومعلوم أن القرآن المكي هو الذي نزل في أدق تعاريفه، هو الذي نزل على رسول الله قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن المدني فهو الذي تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن المكي له خصائص والقرآن المدني له خصائص، وأبرز هذه الخصائص كما تعلمنا في الأزهر الشريف حصن العلم ومنارة الإسلام أن القرآن المكي في الغالب يركز على جانب العقيدة، وأن القرآن المدني في الغالب يركز على جانب التشريع. تسعة مواضع التي تلوتها على حضراتكم الآن ورد بعضها في سور مكية وورد بعضها في سور مدنية. أما السور المدنية فهي البقرة وآل عمران ومريم، وبقية السور مدنية. إيه النتيجة التي نود أن نخلص بها هنا؟ نود أن نقول بأن ربنا قد أمر بالإحسان إلى الوالدين في قرآن مكي، يعني أن الإحسان إلى الوالدين جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. ثم إن الإحسان إلى الوالدين ورد في سور مدنية، والسور المدنية تعنى بالتشريع، ومعنى هذا أن الشريعة الإسلامية تعنى عناية فائقة بالإحسان إلى الوالدين. فالإحسان إلى الوالدين كما ينطق القرآن الكريم إنما ينطلق من جانب العقيدة، وفي الوقت ذاته ينطلق من جانب الشريعة. أول آية وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. افتح أي كتاب من كتب التفاسير هيقول لك إن ربنا تبارك وتعالى يريد أن يرسل برقية عاجلة إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقول لهذه الأمة إن قضية الإحسان إلى الوالدين إنما وردت في جميع الشرائع السابقة، وأقرب هذه الشرائع السابقة شريعة موسى. لماذا؟ لأنه إذا كان قد جاء بعده نبي الله ورسوله عيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات، فإن سيدنا عيسى لم يأتي بشريعة خاصة،
وإنما كانت شريعته متممة ومكملة لشريعة سيدنا موسى. ولذلك فنحن نقرأ في القرآن الكريم: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقل من بعد عيسى، مع أن عيسى جاء بعد موسى، إلا أن شريعته لم تكن شريعة مستقلة، إنما كانت شريعة متممة لشريعة سيدنا موسى عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. وكنت أستمع إلى أبنائنا من الدعاء يقولون بأن ربنا بعد أن أمر بعبادتك أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأنا أقول لهم لا 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 لا، إنه مع أمره بعبادته أمر بالإحسان إلى الوالدين، لأن الواو هنا لمطلق الجمع. حين يقول ربنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي لا تصح عبادتك ولا تقبل ولا ترفع إلى السماء إلا إذا كنت محسنا إلى والدين. فإذا ما انتقلنا إلى الآية من سورة النساء، لوجدنا ربنا تبارك وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أمر بالعبادة، ومن العبادة الإحسان إلى الوالدين. ولكن لاحظ لأن ربنا قد أضاف كنا قوله تبارك وتعالى بعد قوله واعبدوا الله، قال: ولا تشركوا به شيئا. وهنا نقطة: الإنسان منا يعبد الله وحده لا شريك له، ويعتقد اعتقادا جازما لأنه لا معبود بحق سواه، لكنه قد يرتكب أمورا تصل إلى الدرجة التي سماها العلماء الشرك الخفي، ألا وإن هذه الدرجة هي الرياء. ولذلك أصر القرآن الكريم هنا في آية النساء على أن يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تعبدوا معه إلى آلهة أخرى، وفي الوقت ذاته أخلصوا في عبادتكم لله، لا تكونوا مرائين، لا تفسدوا بعبادتكم وجه الناس، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولذلك سألني مرة سائل: كيف أعرف بأن الله قد قبل عملي أو لم يقبل عملي؟ وكانت إجابتي إياه: إن كنت تحفظ الآية الأخيرة من سورة الكهف فإن فيها الإجابة. أنت بتعمل أعمال صالحة لكن عايز تتأكد بأن ربنا قبل هذا العمل أو لا، اقرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الذي يكون موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي إن عبادته وعمله يكون خالصا لله تبارك وتعالى، ليس فيه رياء، ليس فيه شهرة، ليس فيه حب. الموضع الثاني في سورة الأنعام، وجميع مشايخنا الذين تخصصوا في العلم يعلمون بأن سورة الأنعام بالذات نزل جملة واحدة على رسول
الله صلى الله عليه وسلم وشيع 70,000 ملك وهم يجأرون بالتسبيح وبالحمد وبالتهليل لله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ قرأت عند علمائنا الأماكن لأن سورة الأنعام بالذات تتميز بأسلوبين عظيمين من أساليب اللغة العربية. الأسلوب الأول اللي بنسميه التأكيد، وهو تلك الآيات التي وردت في أولها هو أو فيها مبتدأ وفيها خبر. الأسلوب الثاني أسلوب التلقين، وأسلوب التلقين الذي يبدأ بقول الله عز وجل قل وستجد كلمة قل وكررت كثيرا في سورة الأنعام. ولقد قال لي مشايخي إن كلمة قل في القرآن الكريم دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى. يقول له ربه قل 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 فيأتينا ويقول قل 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 لم يحذف حرفا لم يحذف كلمة لم يحذف جملة ولكنه أذعن بقول ربه تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم بعد ذلك نجد في سورة الأنعام قل لمن آمن معه إلى يوم القيامة تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ماذا في هذه الآيات؟ يقول علماؤنا إن هذه الوصايا العشر أو عدناهم من أول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لغاية ذلك وصاكم به لعلكم تتقون حلائها عشر وصايا. يقول العلماء إنها وردت في جميع الشرائع السماوية السابقة. أي رسول ربنا أرسله أمره أن يبلغ قومه بهذه الوصايا العشر اللي أولها إيه؟ قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد الأنعام هي إيه مشايخ الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحج النحل الأسرع. وهي سورة مكية ومنها هذه الآيات اللي كلنا حفظنا ورحم الله أياما كنا نتلقى فيها العلم ونحن في المراحل الابتدائية وكانوا يحفظوننا هذه الآيات منذ نعومة أطفالنا ولذلك أراد الله بنا خيرا فكان فينا بعض الخير ويد على المسؤولين عن تربية أبناء هذه الأمة أن يعيدوا مثل هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مرة أخرى من أجل أن ننشئ أبناءنا على هذه القيم العظيمة. وأتذكر هنا بأن الإمام الطبراني رضي الله عنه قد
أورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبي، وحب آل بيتي نبي، وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أولياء الله وأصفيائه. آيات سورة الإسراء: وقضى أوجب وحتم وألزم. هناك كان يقول: واعبدوا الله، لا تعبدون إلا الله. وهذه الكلمة الله لفظ الجلال لم يستطع أحد من المشركين او البوذيين او الكفرة ان يسمي نفسه او ان يسمي ولده الله. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده هل تعلم له سميا. لكنه هنا اصر على ان يذكر الرب، ومعنى هذا لأنه يريد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه إن قضية تربية الأولاد على الإحسان إلى الوالدين قضية خطيرة خطيرة. وأنا أقول هذا ومشايخنا يتفقون معي وأنتم تتفقون معي في زمن قد قصرت فيه المسافات بين الأباء وبين الأبناء، بين التلاميذ وبين المدرسين، بين الطلبة وبين الأساتذة، لأننا لم ننشئ أبناءنا على هذه القواعد الإسلامية العظيمة. وهنا أتذكر معكم قول القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبناء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم أخذ يفصل: إما يبلغن عندك الكبر. أنا اسمحولي لما أسمع ولد شاب يقول لأبي يا حق أو لأم الحق راح والحق جد، ما هذا؟ قل له: يا أبتي قبل أن تفقده، وقل لها: يا أمي قبل أن ترحل إلى جوار الله. وأنا مرة قلت من خلال تخصصي، لأن كلمة أب مكونة من الهمزة والباء، والهمزة من أقصى الحلق والباء من الشفتين، فكأن تسمية الأب أبن كأن الله يريد أن يقول: يجب عليك أن تبر أباك طيلة حياتك وبعد مماتك، كما أن كلمة أب تستولي على جهاز النطق، لأن الهمزة من أقصى الحلق والباء من الشفتين، وده الجانب اللي بيسميه العلماء علماء الفونتكس والفونولوجي، علماء الأصوات ووظائف الأصوات، بيسموه الجانب الفسيولوجي اللي هو جانب إنتاج النطق. زي ما أنت بتنطق كلمة أب الهمزة من أقصى الحلق أول جهاز والباء من آخر جهاز النطق، يجب عليك أن تبرى أباك طيلة حياتك وبعد مماتك. كلمة مكونة من الهمزة والميم الحرف المشدد بكام؟ بحرف. لكن لاحظ الهمزة في أب مفتوحة وهي أحق الحركات، والهمزة في أم مضمومة وهي أثقل الحركة، وأم الباء من الشفتين والمشايخ عارفين، لكن لا تنطبق الشفتان انطباقا تاما عند النطق بالباء، إنما
تنطبق الشفتان انطباقا تاما عند النطق بالميم. ومعنى هذا بان الامة كما اقول دائما لان في بعض الناس ما همش فاهمين معنى يقول لك ده احنا حافظين الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل واحد من ابر قال له امك ثم امك ثم امك ومر الرابع قال له ايه ثم ابوك. فالمعنى هذا بان لو معي هدايا بنص هذا الحديث او بظاهره يبقى ادي امي ثلاثة وادي ابي واحد اقول لهم لا امال ايه القضية. قال العلماء بان برهما سواء وقال بعض العلماء وهذا من امانة العلم ان بر الام يكون مقدما على بر الاب. وانا اقول وارجو ان اكون مصيبا لان الام انثى ولان الانثى مهيضة الجناح اذا ما اساء اليها ولدها لا تملك الا سلاحا واحدا وهو سلاح الباء. اما الواحد فينا رجل وتستطيع ان تكبر ولدك على ان ينفذ ما تريد يبقى الكاد الاكلينيكي عند الام وعند الاب يختلف بالنسبة للرجل عن الانثى ولعل هذا او من اجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك وفي المرة الرابعة قال إيه ثم أبو. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والنص اللي حوله دلوقتي أنا قرأت وقلت من سنة تانية في معهد بنوستين ورد في بعض الكتب والمشايخ حافظينه بالتأكيد بعض الكتب السماوية السابقة ابن آدم جعلت لك قرارا في بطن أمك وغشيت وجهك بإساءة لئلا تنثر من الرحم وجعلت وجهك إلى ظهر أمك لكي لا تؤذيك رائحة الطعام وجعلت لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك فأما الذي عن يمينك فالكبد وأما الذي عن شمالك فاضحاك بكسر الطاء وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك فهل يقدر على ذلك غيرك. فلما ان تمت مدتك اوحيت الى الملك الموكل بالرحم ان يخرجك فاخرجك على ريشة من جناح ليس لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى به فانبعت لك عرقين دقيقين في صدر امك يجريان لبنا خالصا حارا في الشتاء باردا في الصيف وانبعت محبتك في قلب ابويك فلا يرقدان حتى ترقد ولا يشبعان حتى تشبع فلما قوي ظهرك واشتد اثرك بارزتني بالمعاصي ولم تستحي مني ومع هذا إن دعوتني أجبتك وإن سألتني أعطيتك وإن تبت إلي قبلتك. لعله من أجل هذا والله أعلم قال ربنا هنا إما يبلغن عندك ترى العندية دي عندية مكانية ولا عندية زمانية. أنا أقول إنها عندية مطلقة من الممكن أن أكون أنا في أمريكا في اليابان في فرنسا وأبي وأمي هنا ويكونان عندي أرعاهما أحسن إليهما أتصل بهما أرقهما أركع عند أقدامهما. ليه؟
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الأم إلزم رجلها فثم الجن. كن يا سيدي وزيرا، كن رئيسا، كن محافظا، كن ضابطا، كن أي شيء، لا بد أن لك أم، ولا بد أن لك أبدا. أبوك من هو؟ هو الذي كان سببا ظاهريا في وجودك. أمك من هي؟ هي التي حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر. ولذلك القائل يقول وأكرر دائما: أطع الإله كما أمر، واملأ فؤادك بالحذر، والدين لا تلعب به لعب الصوارج بالأكر، حافظ عليه لأنه نعم السعادة تدخر، وأطع أباك لأنه رباك في عهد الصغر. إلى أن قال عن الأم: حملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، حتى إذا تم المدى وضعتك وهي على خطر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، أدنى كلمة فيها تبتر ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد ذلك سورة مريم، وسورة مريم مدنية، وفيها يثني الله تبارك وتعالى على نبي الله يحيى فيقول: وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث. ايش معنى الثلاث مواطن دول؟ قال المفسرون ان هذه اوحش مواطن يمر بها الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وعند الموت، وعند لقاء الله تبارك وتعالى في الموت في يوم القيامة. يوم ولد الواحد فينا كان يعتقد بأن بطن أمه أوسع من الدنيا وما فيها، بمجرد أن يستهل كما قال الفقهاء يا مشايخ، أن يستهل صارخا يبقى بدأت الرحلة بتاع الحياة، وسيلتقي بعالم آخر. ثم بعد ذلك عند البعث لا يدري ماذا سيصنع به، هل سيذهب به إلى الجنة أم سيذهب به والعياذ بالله إلى النار. السلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. وعلى لسان سيدنا عيسى: هو الذي سلم على نفسه، والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. ثم ماذا بعد مريم؟ طه، أنبياء، حد، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، القصص، العنكبوت، الرؤى، العنكبوت، مشكلة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولاحظوا في تنوع أسلوب القرآن، مرة يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ومرة يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ومرة ما يقولش لا إحسانا ولا حسنا. ليه؟ حتى يأتي القرآن على قضية الإحسان من جميع جهاته ومن جميع جوانبه. وهذه الآية بالذات في سورة العنكبوت يقول علماء أسباب النزول أن سبب نزولها ما حدث لسيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد ابن أبي وقاص كان ابن عم آمنة بنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يشوف جاي من بعيد يقول لكل اللي قاعدين: هذا خالي
فليرد امرؤ خالد. حين اسلم سيدنا سعد ابن ابي وقاص امه قالت له ما هذا الدين الذي احدثته وانا مش حافظ ولا حشرة لغايه لما انا بتكلم باللغه اللغه 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 لغايه لما اموت والناس يعيروك بعد كده ويقولوا لك يا قاتل امه. ما كانتش يوم يومين ثلاثة بلياليهم حتى جهدت وجنها سيدنا سعد وقال لها يا امه والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا فلن ادع ديني هذا لشيء ابدا اما ان تأكلي واما ان لا تأكلي فأكلت ونزلت هذه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك فاشعل وإن جاهداك لتشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعبدون. بعد ذلك آيات سورة لقمان ولقمان على الأرجح لم يكن نبيا وإنما كان حكيما وقد خطبت مرة خطبة على الهواء في التلفاز وقلت لكم آنذاك بأن مصر في حاجة إلى حكماء وقلت أيضا بأن في مصر علماء وبأن في مصر حكماء ويجب على المسؤولين أن يتيحوا الفرصة لهؤلاء العلماء وهؤلاء الحكماء من أجل أن يعيدوا أبناء الأمة إلى الفكر الإسلامي الصحيح. برة 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 من حقك أن تسألني من هو الحكيم؟ الإجابة الحكيم هو الذي يصيب في القول ويصيب في العمل. لما يتكلم يبقى كلامه حكمة يصيب في قوله ولا يكتفي بالحكمة وفقط بالقول ولكنه الذي جمع بين الإصابة في القول والإصابة في العمل هذا هو الحكيم. من أجل الحكمة سمى الله سورة بأكملها باسم لقمان وفيها ووصينا الإنسان بوالده وبعد كده قال ايه حملته امه وهنا على وهن. انت معانا اطباء ولو سألت اي طبيب نساء ولاده ماذا يحدث للام من اللحظة التي تحمل فيها الى ان تلد الى ان ترضع الى ان تفطم؟ هيقول لك الطب كله بيقول بانها تزداد وهنا على وهن وضعف لكنه وحن محبب إليه لأنها أم ولأنها رحيمة ولذلك قال شوقي وهو يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء يا من تعقون آبائكم وأمهاتكم خذوها عني فتوى لن يقبل الله منكم صرفا ولا نفلا ولا فرضا ولا نفلا ولو كنتم تملكون أرصدة العالم ثم إن عقوبة عقوق الوالدين لا بد وأن تعجل للعاق في ذلك لازم أولادك هيعملوا معاه كما صنعت مع أبي وكما صنعت مع أمه حملته أمه على وفصاله في عامين استدل الفقهاء يا مشايخنا على أن
اقل مدة الحمل ستة اشهر من خلال وفصاله في عام ان اشكر لي ولوالدي. كل المشايخ عارفين وبلدنا جريس وبلد كوتيتا كنا زمان يطلع الخطيب المنبر يا مشايخ بمجرد ما يقول الحمد لله واحد يقبل يده ظاهرا وباطنا ويطلع برا يعمل اللي هو عايزه. هو انت بتضحك على مين؟ الشكر الذي اراده ربنا هو الشكر الايجابي الشكر العملي. ايه هو الشكر العملي؟ ان تؤدي حق الله وحق عباد الله في كل ما اعطاك الله من وخذوا هذه الفائدة من خلال ما قاله العلماء. واحد هيقول لي طب علمني يا مولانا اشكر ربنا ازاي؟ اقول قال العلماء اذا اديت الصلوات الخمس في اوقاتها كاملة غير مقصورة فقد اديت جانبا كبيرا من شكر الله. طب تشكر والديك ازاي؟ واذا دعوت لوالديك عقب كل صلاة من الصلوات الخمس بدعاء القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فقد اديت جانبا كبيرا من شكرك لوالديك. ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. اطع والديك في كل شيء ما عدا امرا واحدا وهو الاشراك بالله. وان كان ابواك كافرين فلا تقطع علاقتك بهما وصاحبهما في دين في العالم مثل هذا الدين وصاحبهما في الدنيا معروفة ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. اسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الاخير في سورة الاحقاف وهي سورة مكي ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها. ليه؟ القاف والكاف لهويتان يعني بيخرجوا منين؟ من الله طيب الحركة اللي على الكاف ملها الضمة والضمة هي أثقل الحركات لأن عندنا حاجة اسمها في اللغة مناسبة اللفظ للمعنى. ولذلك هناك قال حملته امه وهنا على وهن وهنا قال حملته امه كرها يعني مشقة شديدة ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال مين مش عايز يبقى سعيد في الدنيا والآخرة؟ كل العقلاء. قال المفسرون إن هذه الدعوات التي وردت في هذه الآية لو حققتها هتبقى هي من نفس النص كده كمان السعادة البشرية. في ناس بيقولوا السعادة جمع مال والشاعر قال لهم ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. في ناس بتعتبر السعادة في العزوة والأولاد كذا او المنصب او الجاه هذه كما قال الشيخ الشعراوي اغيار اغيار يعني ليست ثابتة امور ليست ثابتة ولكنها تتغير. عايز تبقى تصل الى كمال السعادة البشرية طبق ما ورد في هذه الدعوة. رب اوزعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى رقم واحد. رقم اثنين وأن أعمل صالحا ترضاه. رقم ثلاثة وأصلح لي في ذريتي، إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعض فبعض الذين يهرفون بما لا يعرفون بيقولوا للناس اللي هم مش من الخدمة ما تخرجوش من الأزهر الشريف، يقول لك اللي مات مات وخلاص وما فيش حاجة تنفعه. ليه يا أولاد؟ يقولوا مش ربنا بيقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى؟ طب انتوا فاهمينها؟ ولده من سعيه ومن كسبه. أعمال الصالحة بيعملها قبل أن يموت من سعيه ومن كسبه. أي صدقات؟ وسيدنا الشيخ حسنين مخلوف المفتي مفتي الديار المصرية السابق عمل رسالة كده، الأعمال التي تنفع الميت بعد وفاته، وذكر منها مصحف والرثى. يعني علمت أولادك القرآن وما إلى ذلك، نشر سواء كان هو المتعلم او علم غيره، ثوابه بيصل الى الايه؟ الى الميت. صدق بها مسجد بنا حفر نهر اجرار. سبع امور ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلحق الميت بعد وفاته، يعني ثوابها يصل الى ميتك بعد ان انتقل الى رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك ما نحن فيه الان فهو امر شرعي يتفق مع ما ورد في كتاب الله ومع ما ورد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مات من خلف اولادا صالحين يتذكرون اباكم دائما بقراءة القرآن بدروس العلم بالدعاء بالتضرع بالابتهال. نسأل الله عز وجل ان يجعل كل ما يحدث في هذه الليلة القرآنية المباركة في ميزان حسنات من كان سببا له، وأن يوسع الله له في قبره، وأن يجافي الأرض عن جنبيه، وأن يلقيه برحمته الأمن من عذابه حتى يبعثه آمنا إلى جنته برحمته، فهو أرحم الراحمين. وأعتذر لأنني قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الرجال كنوز ليس يدريها إلا مرادا قد تحلى من معانيها، في الأرض مسكنهم والعرش مقعدهم، قلوبهم طهرت والله هاديها. من أغلى الرجال وأعزها سعدنا وإياكم أيها الكرام بهذه الكلمة المباركة التي تحث الجميع على طاعة الوالدين وبرهما، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور
ذلكم العالم الجليل الذي تفتخر به مصر على العالم الإسلامي، وتفتخر به محافظة المنوفية خاصة على سائر محافظات مصر. أسأل الله أن يطيل في عمره. شكرا إلى أبناء عبد الحج كمال عبد الحميد مدين رحمة الله عليه وأسكنه الفردوس الأعلى لإقامة هذا الحفل السنوي تكريما لروح والدهم الطاهرة. إن دل ذلك يدل على أنه قد رباهم من مال حلال. أسأل الله أن يبارك في الأستاذ هاني أستاذ محمد وأبناء عمومتهم وآل بلدتهم الطيبين الطاهرين المباركين الذين تركوا أعمالهم وديارهم في هذا الشتاء تحت هذه السماء الخالصة في البرد إلى أن يدفئوا قلوبهم بذكر الله وبتلاوة القرآن الكريم.